مرحبا جميعا، عدنا بحلقة جديدة من حلقاتكم، حلقات السلسلة المفضلة عندكم تفجير صناديق حتى الموت. واليوم معنا الشباب بالبث المباشر بعمر افتر دارك، عم نبث على قناة البث تبعنا كل يوم كالعادة، twitch.tv/onegenjin1، الرابط بالدسكريبشن اذا بتحبوا تشاهدونا مباشر. على الكاميرا الثانية بنشوف الشباب موجودة بالبث عم تتابعنا وعم تشوف كيف بدنا نفجر صناديق. قد عنا صناديق اليوم؟ عنا كتير، عندي هدول شي 50 هدول المنوعين، عندي فوق تبع الجوائز، وفي عندي بالمتجر الميجا بوكسز. حبلش تبع المتجر اول شي العرض، بعدين بفتح المجانيات، بعدين بالجواهر، يعني عنا فتلة كبيرة. شو هي السلسلة اذا ما بتعرفها؟ السلسلة هي انه نضل بنفتح لغاية ما يطلع لنا بطل جديد او نجمة. متى ما طلع لنا بطل جديد او نجمة بنوقف وبنجرب هذا الشي اللي طلع لنا، وهيك بنكون ما متنا. بينما اذا ما طلع لنا شي بدنا نموت، كل مرة نموت شكل. المرة الماضية متنا غرقا، او يمكن ما متنا غرقا، اللي ما شاف الحلقة تفتيح باكجات تحت المي يشوفها نازلة بمقطع قبل السابق بالقناة او السابق قبل السابق. اذا مع بداية المقطع بذكر انه في عنا جيف اوي، اذا حاب تشترك فيه لازم تشاهد المقطع من اول لاخر، تعمل لايك وتعمل كومنت بقلب المقطع اللي هي حقلك اياها باخر المقطع. مو هلا، خليك شاد اخر المقطع لك شو الكومنت اللي تكتبها. اذا بتمنى الجميع يربح، وخلينا نبلش ونشوف شو حيصير. ما تنسوا طبعا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، واذا فيكم تنشروا البث يا سلام يا سلام. اول شيء حروح على المتجر، طبعا ليك المتجر معبى بالعروض. بعرف قولوا لي اذا برايكم لازم اشتري شيء من هالعروض، انه نجمه او كرو، بس انا من جماعات بحب اشتري صناديق، لانه الصندوق فيه شغلات اكثر، وبنصح بشراء الصناديق. اول شيء نشتري الصندوق العملاق اللي عليه عرض، هذا هو حنفتح فيه، بركي بننهي فيه وخلص بنتيسر على البيت وبيمشي الحال. طبعا اليوم انا عم بستعمل السحر الصيني، مختفي تقريبا كمية كبيرة مني، كل ما افشل بفتح الصناديق حاختفي اكتر. لنشوف هلا، هاي الكمية كلها مني رايحة، ان شاء الله ما اروح كل اللي ما بعرف. لنشوف اول شي نفتح هذا الصندوق يا حبيبي ونشوف شو مخبين لهذا الصندوق. هات لنشوف. اول شي 214 كوين، 8 داينامايك، 32 شيلي باور، 40 بو، 42 ريكاشي، فرانك 50، 5 جواهر. وهاد محتويات الصندوق، اكتر شي منيح انه فيه فرانك فعليا بالنسبة لي بالوقت الحالي. اذا بالنسبة لعرض الصندوق هاد هو العرض. طيب هلا شو بدي ساوي؟ بدي روح لفوق لهون، هنلاحظ انه في عندي صندوق عملاق كمان جديد، وفي عندي كمان هذه بقيان له 50 كأس، يا ريتنا جبناه ما صورنا المقطع. يلا للمقطع الجاي ما بيأثر، تعال نفتح هذا الصندوق ونشوف شو فيه. أول شيء 342 كوين، 14، 28، 30، 31، 36، تذكرتين وستة جواهر. إذن هي محتوياته، انبسط انه فيه بام، انه فيه بام هذا شيء حلو، لانه بام عندي كتير قريبة، بقيان لها 54 يا حبيبي، 54، وبالتالي انا اذا بحط لها 25 ناية وباخد الكوين وبفتح الصندوق. هالصندوق شو فيه؟ هذا كمان صندوق ماله قليل، 94، 8 بايبر، 12 بودرو دار الاوكي. اذا هدول هي الشغلات تبع محتويات هذا الصندوق. ال 25 نقطة الثانية بنعطيهم لبام، وبام يا حبيبي ناقصها أربع نقاط، أربع نقاط قوة، إن شاء الله يطلعوا لنا هلا بالتفتيح مشان نخلص منها طلعت لي نايس 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 نايس، طلع لي أربع نقاط. إذا بام صار فيني روح لعندها ودغري طورها. ليش؟ لأنه هلا صار في تشانس إنه تطلع لي النجمة تبعي اللي أنا بدي إياها، وإن شاء الله تطلع لي، يا الله تخيل تطلع لي. إذا هلا بنروح لتفتيح الصناديق الصغيرة ونشوف شو حيطلع لنا، شوف شو حيطلع لنا. في عنا مجموعة منيحة كبيرة من الصناديق، اكتبوا لي بالكومنتات تحت وانتم بالبث المباشر اكتبوا لي شو بتتوقعوا يطلع لنا. في نجمة جيسي، في نجمة بام، في اسطوري، في ميثيك، ما بعرف، اكتبوا لي شو كل واحد يتوقع، ولا لا ما حيطلع شيء. يعني اذا انت بتشاهد المقطع المسجل فيك توقف المقطع تكتب وترجع تنزل. اوكي تمام. اوكي اوكي اوه يلا اخي، الواحد لما يشوف لودينج يفكر انه خلاص اجا شي، هو بيكون ما اجا لا شي ولا مي ولا سي ولا دي.
اوكي لنشوف لنشوف. طبعا بحب اذكركم انه اصدقائي اذا حابين تدخلوا الكوميونتي تبعنا نادي الوان جن جن وان ديسكورد فيكم تدخلوا على الكلان هذا تبعنا. وصلنا قطعنا تقريبا 1000 لاعب عربي ومشاهد من القناة. فيكم تفوتوا تلعبوا بالرومات، في قرنة تكتبوا فيها عن برول ستار، في غرف تقعدوا بتلعبوا فيها فريق اثنينات او ثلاثات وبتحكوا مع فريقكم. هذا الشيء بيعطيكم افضلية كتير منيحة، بنصحكم فيها كتير. رابط الديسكورد موجود بالدسكربشن، واذا مالك منزله بنصحك تنزله. الديسكورد صار اليوم اهم من الواتساب مثلا، اذا بتعرفوا الواتساب وهدول برامج الاتصالات للجيمرز، يعني هو رقم واحد بالعالم مجانا طبعا، كله على كل شيء موجود. ليون نقاط قوة وتارا والصناديق عم تنحرق يا حبيبي، وما عم بشوف شيء يعبي لي راسي، ما عم شوف شيء يعبي لي راسي، لساتني عم حاول ابحث عن شيء يهديني ولكن ما في. يلا 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 اوكي. اذا يعني صرنا فاتحين شي 50 توتال، ما بعرف الكبير شو بنعتبره، نعتبره صندوق واحد ولا نعتبره 10؟ لازم نعتبره 10، احنا عم نفتح 100 صندوق. هلا المقطع الماضي تحت المي فتحنا 100 صندوق فعلا عدد 100، يعني مو انه اعتبرنا وما اعتبرنا، بينما هلا هون اذا بدنا نعتبر بيطلع فوق ال 100. بنكمل التفتيح ولغايه الان ما صبتت معنا. من هن الناس اللي عنا بالكلان اليوم شفت على الديسكورد وعلى الشات تبع البث كتير منهم اجاهم تارا وليون وكرو، هدول اكتر شي شفتهم، اجوا كلاتهم اجوا اليوم ما شاء الله، مبروك للشباب جميعا. شكل اوه الله، بطل جديد بطل جديد بطل جديد، مورتس مورتس يا حبيبي مورتس، واخيرا طلع لنا بطل جديد. ما متنا بهذا التحدي، ما متنا بهذا التحدي. اذا يا حبيبي بنقول لك مرحبا فيك يا مورتس، عضو جديد بعائلة الابطال تابعنا. اذا مورتس بيقولوا عنه بكرة العراق قوي، هو بتوقع قوي بس انا مالي مجربه. طبعا يمكن انطحن هلا اذا قوة واحد، بس احنا كالعادة لما يطلع لنا شيء في شغلة جديدة بتضحكوا علي، بعرف اني حموت بضربة ولكن منجربه. هاي معنا لاعبين من الكلان بلبس المباشر قاعدين وهن بالكلان بيلعبوا معنا، وبنشوف شو بيطلع شو وضع مورتس. انا ما لعب فيه ولا مرة، لا بتا ولا غير بتا، ولكن يعني شفتهم بكرة العراق كتير شلون طريقة الحركة في لمورتس وشلون بيلعبوا. بدي يدرب، بدي يجرب، بدي اشوف الوضع لشوف اذا حاعرف ساوي الشغلات اللي شفتها ولا لا. فشلت، انقطع الاتصال، شو هاد؟ اوكي منحط، تعال نشوف نشوف شو وضعه. اذا هلأ صار وقت اسأل المشاهدين السؤال، الكومنت تبع لي يدخلوا المسابقة تبع ال هيك بيمشي. اوكي هي هلأ فهمت شو بيمشي. السؤال تبع المسابقة يلي مشان يقدروا يشتركوا بالجيفاوي تبع هاي الحلقة، السؤال بيقول اللي لازم تكتبوا لي بالكومنتات الجواب. واحد كتب لي مرة قال لي كتبت الجواب ما ربحت، هو مو بتكتب الجواب تربح يا صديقي، هو بتكتب الجواب لتدخل على المسابقة، واحد من اللي كتبوا الجواب يربحوا. السؤال بيقول بهذا المقطع عمر فتح صناديق ميجا بوكس، فتح صناديق ميجا بوكس من المتجر وفتح صناديق ميجا بوكس من كؤوس اللعبة، صحيح؟ اتوقع صحيح. ما اللي بالبث المباشر ما يكتبوا الجواب، بس لليوتيوب يكتبوا الجواب. السؤال بيقول اول صندوق عمر فتحه صندوق ميجا بوكس، اكبر صندوق ميجا بوكس من نمط الكؤوس، يعني من لوحة الكؤوس اللي فوق، يعني ما دفع من المتجر جواهر، لا هي جائزة لانه وصل فيها كؤوس. بهذا المقطع عم نحكي شو طلع له اول بطاقة او اول بطل شامبيون، اول هيرو، اول بطل طلع له بنقاط قوة بقلب هذا الصندوق.
مش نقاط قوة لأي بطل، بريمو ولا تارا ولا ليون ولا إيش. اللي تابع المقطع بيعرف طبعا، مشان هيك يكتب الجواب، ما يكتب قديش عددهم، بس يكتب إنه طلع له بطاقات أو نقاط قوة للبطل كذا. هي اسم البطل هو اللي بيدخلك بالعربي طبعا، بيدخلك بالمسابقة. إذا مبسوط أنا كتير إنه أنا لعبت الجيم وما خسرت كؤوس ولا شيء. أنا ما بطلع على الجيم أبداً أبداً أبداً. حاول هلأ أطلع على الجيم وحاول أعمل حركات. أول شيء حفوت هيك أخذ طابق أضربها. لا لا لازم أضربها لبرا. شو مسوي أنا؟ لازم أضربها لبرات الزون. أوكي كمان قول هلا حاول اعمل حركة هي اللي بشوفها كتير. هيك هيك كمان السوبر تبعه ما بعرف بتبع في عالم تقول لي انت هتموت كتير بسرعة او كذا. انا ليفل واحد ما لي مطور في شيء. اللي ضدنا كلياتهم ليفلات 7-8 هيك اشياء. لك الغربان لو في حدا بس هيك يدفشها برجله ينفخ عليها فريق كله ميت. او ماي جاد. طبعا اللي معنا بالبث مباشر تذكروا احنا مقطعنا كل يوم الساعة 2 بتوقيت السعودية والعراق بالقناة. بقى يا ريت تروحوا تشاركوا لما ينزل الفيديو وتكتبوا الجواب اللي انتم بتوقعوا انه هو صحيح. هذا واحد. اثنين، بدي منكم جميعا تقولوا لي شو رايكم ننزل بالقناه اشياء غير برول ستارز، مثل قصه التحدي اللي عملناها هيك زياده، لانه برول ستارز حتكون 5 مقاطع بالاسبوع ومقطعين شيء ثاني. فقولوا لي شو برايكم ننزل شيء ثاني، تحديات شو بيخطر على بالكم او شو الشيء اللي انتم يعني من رايكم انه هو مناسب. نزلنا لكم تحدي اتحداك مجوع، ما شفت كتير تفاعل عليه مشان هيك ما حساوي من هذا النمط الرياكشنات. مشان هيك انتو شو بيجي على بالكم افكار اكتبولي. فريقنا بيلعب دفاعي، اعطيني الطابل. الا هلا مفروض دخل اعمل هجمة مرتدة. او ماي جاد يلا هادو كريسي دمجي ولا شيء يا جماعة، دمجي ولا شيء. عم دغدغون دغدغة لأنه ليفلي واحد. أنا عم دغدغون دغدغة ما عم بقدر ساوي شيء. يلا جاي 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 كمان جايز. أول انتصار بمورتس ولا مو أول انتصار؟ كمان يس أول انتصار. طبعا أنا ما عملت شيء بهذا الجيم، ولكن بتمنى تكونوا استمتعتوا. لعبنا مع جيم من اعضاء الكلان. بهذا الوقت كمان بشكر اعضاء كلاننا، كلاننا دائما فتحنا الكلان السابع يا اصدقائي. الكلان السابع فتحناه بالقناه، فوت على بسنا واكتب اشاره تعجب اتحاد بتشوف الكلانات. فوت على الكلان السابع صار فيه مكان 93 مكان لنصير 700 لاعب تحت اسم 1G1 او 1G1. شكرا لكم جميعا. طبعا الكلان تبعنا حاليا يعني احنا بنضل ندخل نشكر الناس كلها اللي موجودة وصلها موجودة من فترة طويلة. طبعا اي حدا بيدخل على الكلان بيقعد وبيطلع، قد ما قعد فترة وطلع ما بنعمل له انفايت مرة تانية بنعتذر منه، ولكن هدول الناس كلها ضلت ما طلعت وبستاري بنشكرهم كلياتهم. وما شاء الله هي قرب واحد من اصدقائنا يوصل للعشر تلاف. نايس حلو كتير، ان شاء الله الكل يوصل وان شاء الله الكل ينطلق. طبعا هيك بنوصل لنهاية هذا المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا. انا بهذا الوقت بعتقد اني صار لازم اختفي وخلاص، السحر الصيني صار لازم ياخد تأثيره. شوفوا قريبا يا شباب، سلام.